ويسعدني ان يكون معايا نجمة مسلسل الأب الروحي اللي النهاردة بتستحق التكريم عن جدارة، الفنانة النجمة المتعلقة دائما فريدة سيف النصر. بقول لك مليون مبروك على التكريم. كتر خيرك. ميرسي. الحمد لله. الجمال والإبداع ده كله مدام فريدة، من ذوقك بس ومن حبكم ليا مش أكتر من كده. إيه سبب الإقلال في أعمالك يعني؟ هي كل 3 سنين لما بعمل عمل أو 4 كمان، يعني من بدون ذكر أسماء لدلوقتي 4 سنين، ومن الأب الروحي يعني، ومن بدون ذكر أسماء للرحايا 3 سنين. يعني أنا مقلة جدا بس الحمد لله ربنا بيوقع لي الحاجة الكويسة. بيتي وأهلي وأسرتي أهم بكتير قوي من أن أتنطط في كل حتة، لكن لما بتيجي حاجة تسألني أني أنزل بنزل، وبعتذر كتير جدا، وبعتذر لزمايلي وبيزعلوا مني، بس أنا بحبهم، هم عارفين دماغي خلاص أن أنا بحب ألاقي حاجة كده أطلع فيها حاجة غريبة. يعني لما تعرض عليك الأب الروحي بقى، إيه اللي شجعك في الورق انك انت ترجعي بعد 3 سنين او 4 سنين؟ لا قبل، انا ما قريتش الورق، ما كانش لسه في ورق. انا مجرد ريمون مقر ما كلمني، ومحمد محمود عبد العزيز دول اخواتي، فخلاص لازم اعمل كده. شخصيه، ايه اللي جذبك فيها الشخصيه؟ انا ما عملتش شرب لكده، فجديد عليا، فحلو يعني، عارف اللي هو حتى في ناس كانت بتزعل مني ليه بتعملي كده، دمك خفيف، بتعملي ادوار لايت بتاع، بس الحمد لله ربنا وفق يعني.